بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. كتير مننا بيتوه في الصحراء، وخصوصا إن إحنا في بيئة صحراوية زي الدول العربية القريبة مننا، أو في محافظة زي المحافظات اللي إحنا فيها زي الوادي الجديد ومطروح. تعمل إيه لو تهت في الصحراء؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. لو انت من الناس اللي بتحب تعمل تخييم والجو اللذيذ ده، في حاجات كتير ممكن تخليك تتوه في الصحراء. ان انت تبقى مش عارف الطريق، ان انت اول مره تمشي في الطريق ده، ان انت تاخد طريق مختصر وتتعطل. هقول لك دلوقتي على كام حاجه تعملها لو تعطلت لا قدر الله. اول حاجه، لو معاك اطفال او ناس كبيره سيبهم في العربيه وانزل انت توجه، بس وانت ماشي خلي بالك ان الناس دي حياتها بتعتمد عليك. تاني حاجه، انت لازم تستخدم الحاجات المتاحه معاك بترشيد واقتصاد، يعني استخدم الميه اللي موجوده عندك في الجربه بتاعه المساحات، وممكن كمان تستخدم الميه اللي موجوده في الريداتير بس بعد ما تصفيها باي حاجه قماش. اهم نقطه، اوعى تسمع لكلام الاشاعات، محدش يشرب البول بتاعه. البول فيه مواد ممكن تسبب لك تسمم، او ممكن كمان تحفز جسمك ان هو يطلع كميه عرق كبيره عشان يتخلص من السموم، وده مش هيساعدك خالص. انما بقى لو انت لوحدك في اكتر من حاجه ممكن تعملها. اول حاجه، لو انت هتقعد في العربيه ممكن تحفر حفرة تحت العربية بتاعتك علشان تحميك من الشمس، متقعدش جوه العربية ودرجة الحرارة عالية، علشان كده الشمس هتسخن العربية وبالتالي درجة حرارة جسمك هتسخن، وهتحتاج ان انت تطلع العرق اللي موجود جوه جسمك. احفر حفرة كبيرة تحت جسم العربية واقعد فيها طول النهار، وبالليل لو الجو برد ممكن تقعد في العربية. لو قررت ان انت تسيب العربية وتمشي، وده غالبا بيبقى بعد 12 ساعة من التوهة او من تعطل العربية، في الحالة دي لازم تسيب ورقة تكتب فيها كمية المعدات اللي معاك، يعني انت معاك مية قد ايه ومعاك اكل قد ايه ومشيك في انهي اتجاه. حالات كتيرة ومنهم واحد في السعودية، الناس لقوه بعد 3 ايام ضياع عشان عرفوا الاتجاه اللي هو كان سايبه على كبوت العربية. خلاص قررت انت تسيب العربية وتمشي، خد معاك المية اللي ينفع تعيشك يوم واثنين وثلاثة، وامشي في اتجاه واحد، ما تحددش الاتجاهات، يعني ما تمشيش يمين شوية وشمال شوية وما تبصش وراك كتير، امشي في اتجاه واحد، وكل مكان تقف فيه حاول تسيب حاجة من أثرك علشان الناس اللي بتطلع تتبع الأقدام أو بتتبع الآثار تعرف توصل لها. حالات كتير في السعودية عرفوا يوصلوا لها لأن في لجنة مخصصة للناس اللي بتوه في السعودية. عايز أقول لك على معلومة ممكن تساعدك تعيش في الصحراء، خد معاك كل المية اللي تقدر تشيلها. أنت تقدر تعيش من غير أكل لعدة أيام، لكن ما تقدرش تعيش من غير مية لمدة 3 أيام. في حالة واحدة بس سجلوها في موسوعة جينيس، إن في واحد عايش من غير مية ولا أكل 12 يوم، وده كان مسجون ونسيوه في السجن. تلاقيني في الفيديو ده بتكلم عن المية كتير، لأن المية هي أساس الحياة، وميتك اللي موجودة معاك في الرحلة اللي أنت ماشي فيها أو في الوقت اللي أنت تايه فيه هي دي سبيلك للنجاة بعد ربنا سبحانه وتعالى. ما تنساش وأنت ماشي تذكر ربنا كتير، أهم حاجة وأنت ماشي يبقى معاك مية كفاية، وخليك كلك إيمان بربنا إن أنت هتوصل أو في إن حد هيلاقيك ويمددك. وانت بتشرب الميه بلاش تشرب الميه على مره واحده، لا خلي شويه ميه في بقك حركهم بلسانك، لان اللسان ليه وظيفه تانية غير تذوق الطعام، ان هو بيحسسك بالشبع والامتلاء، الوظيفه دي هتساعدك ان انت تعيش فتره. كل هدفنا ان احنا نحافظ على السوائل اللي موجوده في جسمك اطول فتره ممكنه، فلو انت قررت ان انت هتسيب العربيه زي ما قلنا قبل كده وهتمشي في اتجاه واحد، وهتسيب الاتجاه اللي انت مشيت فيه على العربية والادوات اللي معاه والتاريخ اللي انت سبت فيه العربية، حاول تلف راسك بحاجة علشان اشعة الشمس ما تفقدكش السوائل اللي موجودة في جسمك. ولو قدرت ان انت تمشي بالليل تريح بالنهار تحت شجرة او تحت صخرة، ده هيكون افضل ليك عشان تعرف تستمر اطول فترة ممكنة لغاية ما فريق البحث يلاقيك ان شاء الله. وانت ماشي في الصحراء بعد ما تهت لا قدر الله ولقيت نحلة، امشي ورا النحلة دي بسرعة جدا. النحلة يا إما رايحة لمصدر مية يا إما جاية من عش النحل، والغالب هتلاقي هناك مية وعسل، والاتنين هيساعدوك على الحياة. في شوية حاجات نفسية لازم تعملها وأنت تايه في الصحراء. أولا، ما تقعدش تفكر في ولادك هيعملوا إيه وفي أهلك هيعملوا إيه، خليك كلك إيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى إن أنت في حد هيلاقيك، ما تخافش، ياما ناس تاهت في الصحراء ولقوه. نرجع بقى شوية ونتكلم على لو أنت قررت إن أنت تقعد جنب العربية ومش هتتحرك. عربيتي ومش هسيبها. استخدم كل الادوات الموجوده في العربيه كوسيله للنجاه، يعني هات الاطار الستيب او الاطار الاحتياطي
وحاول تولع فيه النار، بس لازم يكون في النهار عشان الناس تشوف من بعيد. اشرب المية الموجودة في القربة واشرب المية الموجودة في الرادياتير. لو معاك مية مخزنها في العربية حاول تشربها كلها، بس استخدمها باعتدال. طيب هنستخدم الإطارات اللي موجودة في العربية، بس هنبدأ بالستيبل. تاخد الستيبل وده يكون في النهار طبعا، وتولع فيه علشان تظهر دخانة سوداء اي حد يقدر يشوفها من مسافة بعيدة ويلاقوك بإذن الله. بس وانت بتعمل كده اتمنى ان انت تقضي الستيبل او الكاوتش الاحتياطي من الهواء اللي فيه عشان ما ينفجرش في وشك ويسبب لك اصابه. تاني حاجه ممكن تستخدم المرايه اللي موجوده معاك في العربيه. عندك مرايتين او ثلاث مرايات، مرايه على اليمين ومرايه على الشمال ومرايه النص طبعا، دول موجودين. تقدر تخلع اي واحده فيهم وتستخدمها كعاكس لاشعه الشمس. لو في طياره معديه في المناطق اللي بتعدي فيها الطيران تقدر تستخدمها كعاكس لاشعه الشمس، وساعتها الطيار هيلاقيك. ممكن تكتب بالصخور اللي موجوده حواليه كلمة اتش وهي بتدل على طلب المساعدة، او كلمة هيل. طبعا الحاجات اللي بتتاكل في الصحراء بتكون شحيحة، اتمنى ما تاكلش صبار. يعني في ناس بتقول لك كل الصبار اللي موجود، الصبار هيخليك ترجع وطبعا جسمك مش هيتقبله ومش هتستفاد منه اي حاجة. حاول تلاقي اي حاجة فيها الروح تقدر تحصل عليها. في شاب سعودي اسمه فهد بن مرزوق قعد 4 ايام في الصحراء تايه، والحمد لله لجان البحث لقيته بعد 4 ايام. فهد ده كان عايش على العقارب، كان بياكل عقارب، كان بيصطاد العقارب من الصحراء زي ما احنا وريناكم قبل كده، وكان بياكلها. العقارب فيها نسبة بروتين عالية. في راجل امريكي تاني اسمه مايك اومان. مايك اومان ده تاه اكتر من 7 ايام، بس هو اتجه ان هو يشرب البول بتاعه، وده طبعا سبب له اضرار في جسمه، ودي طبعا طريقة مش محببة. لو تقدر تحافظ على المية اللي معاك اكبر فترة ممكنة ياريت تستخدمها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. يبقى كده لو انت ناوي تقعد في العربية استخدم الأدوات المتاحة. لو حضرتك ناوي تسيب العربية وتمشي تسيب ورقة باتجاهك وبالأدوات اللي موجودة معاك والتاريخ اللي انت سبت فيه العربية، ان شاء الله فريق البحث هيلاقيه. حاول ما تتوهش في الصحراء، ما تستخدمش الطرق المختصرة اللي انت مش عارفها. حاول يبقى معاك صديق او حد وانت رايح الأماكن الصحراوية دي عشان تعرف تطلب المساعدة.